شفاط بسيط. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم غادي نعملو هاد لي تارتوليت، يعني غادي نشوفو الطريقه ديال الصابلي، وغادي نشوفو غادي نعملو هاد لي تارتوليت بكريمه ديال اللوز، يعني كريمه ديال اللوز اللي عملنا، يعني اللوز طحناه بالقشور ديالو، يعني بلا ما نشريو الاخر البودره ديال اللوز. صراحه غادي نعملو به هاد لي تارت هادو، وغادي نشوفو الطريقه، وغادي نشوفو بزاف ديال الشروحات على هاد لي تارتوليت باش ينجحوا لكم مزيان ان شاء الله، ونشوفوا الطريقه مزيان. يلا دابا ندوزو لطريقه التحضير. شوفوا الطريقه ديال التحضير ديال العجينه، يعني ديجا عملت معكم هذه العجينه، راه كاينه في صندوق الوصف الطريقه خاصه ديال العجينه. دابا هنايا وتستعملوها لاي حاجه ديال لي تارتوليت او ديال التارت، يعني ديال اللوز ولا ديال اي حاجه، يمكن لكم تعملوا هذه العجينه وتعتمدوا عليها دائما دائما. كما كتلاحظوا عندي واحد 125 غرام ديال السكر كلاص، وعندي واحد 250 غرام ديال الزبده. هاد الزبده غادي نخلطها مزيان وغادي نولي معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، لحقاش ديجا عملت معكم فيديو ديال هاد العجينه هادي، غادي تلقاوها في صندوق الوصف. هانتم بعد ما دابا خلطت يعني الزبده مع السكر كلاص مزيان، غادي نعمل مع هاد بيضه واحده، يعني واحد 50 غرام ديال البيض من البيض، واحد جوج ديال الساشيات ديال بودره فانيل، واحد قبسه ديال الملح. هنايا كنخلطوا هاد المكون مزيان ونولي معكم. هانتم من بعد ما كنخلطوها مزيان بهاد الطريقه هادي، والزبده دائما تكون ممتازه، ولا تعملوا مارغارين مثلا ديال العبار اللي كتكون مطلوقه بحالها بحال ديال الاكل، يمكن لكم تستعملوها خاصه ديال الحلويات وزايده في الدهون. وهنايا كنعملوا بهذه الطريقه مزيان، هانتوما بحال هكذا حتى كنحصلوا على هاد القوام بحال هكذا بوماد. هانتوما وهنايا كنعمل هاد واحد 40 غرام ديال البودره ديال اللوز، وهنايا غادي نعمل كيسميتو الدقيق. هنايا الدقيق غادي عندي واحد 375 غرام ديال الدقيق، غادي نستعمل واحد الشويه هنا وغادي نخلطو بحال هكذا، غنخلطو مزيان حتى نحصلو هنايا. غادي نكملو لهاد النصف ديال الدقيق بحال هكذا، الدقيق يكون ممتاز، واحد 10 غرام ديال الخميرة، خميرة شيميك يعني خميرة ديال الحلويات. دابا غادي نخلط هادشي وغادي نولي معكم. وانتم دابا هدا هو القوام ديال العجينة ديالنا بحال هكذا. ما شاء الله غادي نخليها في الثلاجه، ومن بعد غادي نشوفوا الطريقه جبتها من الثلاجه، يعني دوزات واحد ساعتين ديال المكانه، انتما راه شاده راسها، يعني ما بقاتش مطلوقه كما الاول، يعني في الاول كتكون شويه مطلوقه، ملي كتشوفوها هكاك ما تخافوش منها. انتما بحال هكا غادي ناخذوا غير واحد القليل، يعني باش غادي نخدموا. انتما بحال هكذا، شوفوا القوام ديالو، يعني كيتكسر بحال هكذا. انتما كتشوف بحال هكذا، يعني ما تخافوش منها. ها انتما
كنخدموها واحد شويه بحال هكذا كما العاده، يعني بنفس لي فيديو اللي فاتوا ديال لي تارت، يعني التارت ديال اللوز والتارت ديال التفاح. هنايا راه غادي نخليها لكم، راه كاينه في صندوق الوصف، غادخلوها غادي تلقاوها تما. هانتوما دابا ولات، يعني ما بقاتش كتبغيش يعني كتكون متماسكه. هنايا دابا ان شاء الله غادي نعمل نطلقوها شي شويه باش نعدلو هاد لي تارت وليت ديالنا. يعني الغول ديالها ما خصهاش تكون يعني رقيقه بزاف بحال هكذا، يعني تكون بحال هكذا في الرق ديالها. يعني غادي نعملو لي تارت وليت يعني في هادو، في هاد لي سيركل هادو، يعني كيكونوا غير صغار، ويمكن لكم تعملو كبار، يمكن لكم تعملو صغار. يعني كاين كبارين شويه بحال هادو، وكاين صغار شويه بحال هكذا. انا غادي نعبر لكم شحال فيها باش تشوفوا يعني شحال فيها من سنتيم. هانتوما هذه فيها 11 سنتيم، هي 11 سنتيم. هنايا هذه فيها 7 ديال السنتيم كما كتلاحظوا. هنايا دابا ان شاء الله غادي نقطع العجينه ديالي، يعني غادي نعملوهم هنا، غادي نشوفوا شي حاجه تكون كبيره على هذه باش نقطعوها. يعني باش خصها تكون باش تطلع واحد، هذه راه فيها واحد جوج ديال السنتيم اللي فيها في العلو ديالها. هنا غادي نجيب واحد البيكيت بحال هكذا، وغادي نتقبل العجينه ديالنا مزيان بحال هكذا، يعني باش كتكون العجينه متقوبه، يعني البيكيا مزيان بحال هكذا. وهنايا نجيب هذا يعني اللي كبير عليه باش هكا، يعني خص تكون العجينه طالعه من الجوانب بحال هكذا. هنايا ملي غادي نقطع هانتوما غادي تشوفوا هانتوما بحال هكذا، كناخذوا العجينه ديالنا بحال هكذا بحال هكذا، او لا تاخذوها يعني بكسميتو يعني بيديكم عادي بحال هكذا. وكناخذوا العجينه ديالنا بحال هكذا، يعني بنفس الطريقه سهله بزاف. هانتوما عاوتاني بنفس الطريقه غادي نمشي معها بحال هكذا. هنا كناخدو العجينة ديالنا بحال هكذا، كنجيبو لي سيركل ديالنا، وكناخدو العجينة وكندخلوها بنفس الطريقة بحال هكذا. يعني اللي كتجيكم سهلة اعملوها، يعني بطريقة سهلة، يعني ما كاين لا صعوبات لا حتى شي حاجة. هانتوما ما نتكيوش العجينة، ما نتكيوش عليها بصبعنا لحقاش متقوبة، ما خصناش هادوك الثقوب نسدوهم بحال هكذا. هانتوما يمكن لينا نعملو ليها بالطريقة بحال هكذا. هانتوما يعني كتمشي بحال هكذا العجينه. دابا غادي نمشي معاهم كلشي بحال هكذا ونولي معكم ان شاء الله. وها العجينه ديالنا بلاصيناها في هاد لي تارت هادو، حتى هادو يعني كنعملوا ليهم شويه ديال الزبده، يعني كندهنوهم بالزبده اولا ندوبوا الزبده ونعملوها بالبانسو، وكندوزوهم في الدقيق باش ما يلصقش عليهم العجين فاش يطيب. وهنايا هادو بلا ما يعني راه هادو ديال ملي كيكونوا ديال اينوكس ما كيلصقوش. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا الكريمه ديالنا اللي عدلنا يعني في الحلقه اللي فاتت، بها غادي نخدموا ان شاء الله هاد لي تارت هادو. يعني كما كتلاحظوا هذا هو الكريم ديال اللوز اللي عملنا يعني بالقشور ديالو، يعني الكريمه باللوز بالقشره ديالو. هانتوما شوفوا كيفاش عامل. دابا عاد جبدتو يعني من الثلاجة هكذا كيكون القوام ديالو. دابا ان شاء الله غادي نعملو في واحد الجيب الحلواني بحال هكذا، يعني كتعملوه في شي كاس ولا بحال هكذا مثلا باش مابقاش يغلب عليكم. انا غادي نعمر دابا هاد لابوش ونولي معكم. وهنا كما كتلاحظوا انا غادي نبقى نعمل غير واحد شويه قليل بحال هكذا. هنايا دابا عمرت هاد لي تارت ديالي، وهنايا نقادوهم شي شويه يعني بشي ملعقه صغيره او سباتول تكون صغيره يعني بحال هكذا. وهنايا غادي نجيب واحد شويه ديال الزبيب، الزبيب اللي غيكون يعني غليظ شي شويه بحال هكذا، يعني كيكون كبير بحال هكذا. هنايا وكنزينو به مثلا التارت ديالنا بحال هكذا، وكنمشيو معاه يعني بحال هكذا حتى نساليو ان شاء الله هذا اللي غادي نزوق مثلا نزينوه بالزبيب، ونولي معكم باش ما يطولش الفيديو بزاف.
وهنا ملي كتاخدو هاد الزبيبة عاملة بحال هكدا، يعني نتكيو عليها شي شوية بحال هكا باش كتكون بلا، عادي مكلينا ننزلوها بحال هكدا. هنايا عملت هاد التلاتة هادو بالزبيب، وغادي نجيب شوية ديال الكاجو عاوتاني وكنزينو به عاوتاني بنفس الطريقة بحال هكدا. وهنايا من بعد ما عملنا هاد التلاتة عاوتاني ديال الكاجو، غادي نعملو شوية ديال البندق يعني نوازيت بحال هكدا، وكنستعملوه نزينوه بالطريقة اللي حبينا. وهنايا عاوتاني غادي نزينو بالجوز يعني بالكركاع بحال هكدا، ونمشيو معاها. وهنايا من بعد ما عملنا الجوز يعني الكركاع، غادي نعمل هاد التلاتة عاوتاني باللوز ان شاء الله كما كتلاحظ بحال هكدا، وغادي نمشي معاهم يعني كنزينوه بطريقة دائما كما كنقول لكم يعني بالطريقة اللي حبيتوها. وهنايا من بعد ما سليناهم كاملين يعني هادو ديال اللوز، هنايا عملنا ليهم الدائرة، وهنا كنعملو ليهم واحد شوية ديال اللوز ايفيلي بحال هكدا يعني قليل في الوسط بحال هكدا هنايا. وكاع مثلا بغينا نغطيو شوية من هنايا بحال هكدا، كنخليو غير النوا يعني غير الكركاع الجوز بحال هكدا. غادي نديه الفرن، وفي الفرن غادي نطيبوه الطياب ديالو على 170 درجة، والوقت ديالو يعني راه من ديك من 20 حتى ل 26 دقيقة. المهم الفرن ديالكم حضيوه، المهم غير في الطياب ما تكونش العافية مجهدة بزاف وما تكونش ناقصة بزاف كاع، المهم تكون مويان ونقابلو الحلوة ديالنا ان شاء الله من بعد ما يطيب. وغادي نقول كيفاش كيطلعوا بالمكسرات يعني كيطلعوا لي طارت رائعين بزاف. هانتوما يعني بحال هكدا، هانتوما شوفوا كيفاش كيطلعوا يعني كيجيو هائلين وكيجيو فتيين بزاف بحال هكدا. يعني كاملين ديال الكاجو ديال الكركاع حتى هما، هانتوما شوفوا اش كيطلعوا، كيطلعوا رائعين. انا دابا غادي ندهن بالنباج بحال هكدا كما كتلاحظوا، غير هانتوما بحال هكدا شوفوا عاود يعني كيعطيها واحد المنظر رائع بزاف. وهنايا نجيب واحد الكيسات نمره 45، وكنجيبو بحال هاد المونت بياس دابا هذا باش عدلنا الطارت، يعني كنعبرو عليه دائما. كتجي بحال هكدا كتعمل له بحال هكدا ونحطو فوق سطح العمل باش يصلح لينا هنايا، وكنبركو عليه بحال هكدا، كنشدو الجوانب هانتوما هكدا، كنعملو لهم كيجي بحال هكدا بهاد الطريقة هانتوما بحال هكدا اللي كنزولو هادي هانتوما. أي وحدة كتجي بلاصتها بحال هكدا هانتوما، كيجي ساهل هانتوما. وهنايا كما كتلاحظو عملنا له الكيسات كاملين، وما تنساوش الله يجزيكم الخير اللايك الفيديو البارتاج، واللي ما مشتركش يشترك باش بقى يستافد ويعمل الجرس باش بقى يوصل ليه الإشعارات دائما إن شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا مزيان هذا الفيديو هذا، وتبعوا طريقه من الاول للاخير باش تبقى تصدق لكم الحاجه رائعه هانتوما ديال الكركاع كيفاش كيجي مع داك اللوز ايفيلي في الجوانب، يعطي واحد المنظر رائع بزاف. ودابا وصلنا لنهايه الحلقه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.